ولدت في مكة المكرمة وفي بيت الوحي والجهاد، وترعرعت في ظل أبوين لم يعرف التاريخ أفضل منهما. هذا المولود الجديد كان حديث كل دار ومجلس، وشاغل لكل ذي ندي وسامر. فتعطرت أرجاء الدار بعبير نشرها، وكان مولد فاطمة عليها السلام قبل النبوة، وقريش حينئذ تبني الكعبة. كانت الزهراء سلام الله عليها تؤنس أمها خديجة في أيام الحمل، وتحدثها بما يطيب خاطرها ويبعث الطمأنينة والسرور إلى قلبها. لقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وقال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال: يا خديجة، هذا جبرائيل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه. ومع فقرة الولادة، وكلنا أصحاب حوائج، ونرفع أيدينا إلى الله بحق هذه المباركة الميمونة، أن يشافي الله مرضانا وأن يوفقنا. محروم من ذرية، نسأل الله بحق الزهراء أن لا تمر السنة القادمة إلا وإن شاء الله نال سؤله بعون الله. وأما الآن مع مسك الختام، مع سيرة المولد المبارك، بصوت الحاج الملة أحمد بن عبد النبي بن عمران النعيمي، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. لما رأتها الكعبة العصماء لما رأتها الكعبة العصماء تفيض من جنباتها الأضواء، فتساءلت، أي الكعبة، فتساءلت: من هذه الحسناء؟ فتساءلت: من هذه الحسناء؟ قيل: ابشري، قيل ابشري. تفضل حبيبي، في ضر يعني. قيل ابشري، قيل ابشري فها هذه الزهراء أفضل الصلاة والسلام محمد. يا ابن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قيل حواء قلت: فاطم فخرها. إن قيل حواء قلت: فاطم فخرها. أو قيل مريم قلت: فاطم أفضل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربعة: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران،
وخديجة ابن خويلد بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل أفضل الصلاة. رسول الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جبرائيل ما الخبر يا رب؟ قال عندي مناسبة. وين؟ قال انزل إلى الجنة. قال انزل إلى الجنة. لماذا يا رب؟ قال عندي مناسبة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ذلك بعثه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا محمد، ذكر محمد عبادة، وأكيد الزهراء ذكرها عبادة. ليش؟ لأنها فاطمة بضعة مني يا محمد. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك اعتزل خديجة 40 ليلة. فجاء محمد بن عبد الله لله مما قد برأ، لله مما قد برأ صفوة، وصفوة الخلق بنو هاشم سيدنا، وصفوة الخلق بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشمين محمد الخير أبو القاسم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة عليها السلام فقال لها الأمر كذا وكذا، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. سلمت أمر يا رسول الله، سلمت أمر يا رسول الله. هذا خبر ما كان في الأرض، وأما ما كان من خبر السماء فإن الله أرسل جبرائيل عليه السلام إلى الجنة وأمره أن يحمل في طبق قد اختار فواكهه الله سبحانه وتعالى، قيل عنب وقيل تفاحة وقيل تفاح وغيره من فواكه الجنة، كرامة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. في حب آل البيت ذوبنا الهوى، في حب آل البيت ذوبنا الهوى، والناس تحسدنا على هذا الجوى. ما ألومهم، من لم يذق
هذا الهوى اللي ما عنده ذوق لحب محمد وآل محمد، من لم يذوق هذا الهوى فكأنما قد مات وعاش كما هو. أفضل الصلاة. اختصاراً، الحديث طويل. فنزل جبرائيل على رسول الله بعد 40 يوما، وكان رسول الله صائما، فقال له: يا محمد، اجعل إفطارك من هذا الطبق المهدى إليك من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، زين المفاخر والمناقب، أمير المشارق والمغارب، نور العينين، زوج البتول، ابن عم الرسول، علي بن أبي طالب. كان من عادة رسول الله من عادة الرسول إذا يصومها أن يفتح باب بيته ليتفطر معه من كان محتاجا إلى ذلك والمسلمين، إلا هذا اليوم. قال لعلي بن أبي طالب: اغلق الباب ولا تدخل أحدا علي. ما من بخل، كريم رسول الله، لكن الأكل مخصوص، ما يتناسب مع أي جسم، ما يتناسب مع أي حد يأكله. إنه طعام من الله هدية لمحمد بن عبد الله صلى الله. أكل رسول الله، فلما أكل رسول الله من تلك التفاحة أو ذلك العنب خرج من جبينه نورا بلغ عنان السماء. أفضل الصلاة عليك رسول الله محمد، صل على، بلغ إلى عنان السماء. أكل النبي، ها إن شاء الله أكل النبي. قال له جبرائيل: قم، ما شجلوس الليلة، ما الخبر؟ قال: اذهب إلى خديجة عليها السلام. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله قم الليل إلا قليلا، ماذا كان رسول الصلاة واجبة، صلاة الليل على رسول الله، أراد أن يصلي وجبرائيل وياه. قال له: يا محمد، هذه ليلة صلاة، هذه ما ليلة صلاة، الله عافنك الليلة من الصلاة، لأن الحدث الأكبر هي الصلاة، هي الصيام، هي القيام، هي الوئام، هي الختام. من هي هذه الليلة؟ سيهديك الله سبحانه وتعالى درة من درر الجنة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، من آذاها فقد آذى رسول لله صلى. ماشى صلاة الليلة؟ قال: ماشى صلاة الليلة. فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوقع الله ذلك النور في خديجة عليها السلام. تقول الرواية: فحملت من وقتها وساعتها. أفضل الصلاة. محمد وآل محمد صلوات.
يا أبناء رسول الله صلى أنتم الخلف. هذا الماتم إن شاء الله أنتم بدلنا هنا بالروح، أنتم إن شاء الله فيكم الخير والبركة. وشكراً على بادرة التكريم للأطفال شيخنا مشايخنا الكرام. يا أبناء رسول الله أسمع صوتكم وآله وسلم. فحملت بفاطمة، فلما حملت خديجة عليها السلام صار ذلك اليوم أكيد مولد الزهراء عيد، مشرق فينا سعيد، وبه سر الوجود بعد، وبه سر الخلود. تتابعت عليها الليالي والأيام، زادها الله حسنا وجمالا وضياء وقدا واعتدالا. من ألقاب فاطمة العليمة المحدثة، لماذا محدثة؟ لأنه كلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل على خديجة يراها تكلم الجنين الذي في بطنها. خديجة مستغربة، ما الخبر يا رسول الله؟ قال إنها النسلة الطاهرة أم الأئمة النجباء سيدة النساء العفيفة الحوراء الأنسية الحوراء فاطمة عليها السلام عموما. فكانت تحدثها أو تحدث أمها في بطنها. مرت الليالي والأيام إلى أن دخلت خديجة في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أراد الله سبحانه وتعالى لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي العادة يا نساء؟ أكيد هالأيام المستشفى، لكن أول القابلات. فدعت خديجة نساء قريش ليلين منها ما تلي النساء من النساء. ومثل ما قال الملا هذا احتجاج لفاطمة، احتجاج لخديجة، واحتجاج لرسولها. لا يقولوا ما دعيتونا، لكن الله شاء غير ذلك، لأن المولود طاهر وأكيد ما يرسل لأي واحد. قابلات ما من نوع عادي، قابلات قادمات من عالم آخر. فقلنا لها نساء قريش لا نأتي إليك يا خديجة لأنك تزوجت فقير أبي طالب. مقاطعة عمل لها. بينما هي في حزنها الله بينما هي في حزنها وهمها وغمها، بينما هي كذلك، إذ دخل عليها نساء طوال يفوح منهن روائح المسك الأزفار والند والعنبر، وقد تقمصنا بأطمار من العبقري الأخضر، وقد تقمطنا من عبقري الأخضر. من أنتن؟ من وين دخلوا هذه النساء؟ كرامة، لا تستغربها، كرامة من الله لبنت محمد بن عبد الله إيصال سيدتنا ومولاتنا. هذه فاطمة أبا عليه السلام مرة، سيدتنا ومولاتنا ونور عيوننا فاطمة عليها السلام. من أنتم؟ تساءلت المرأة عن ذلك، من أنتم؟ فقالت الأولى منها، الأولى آسية بنت مزاحم، والثانية
كلثم ابنة عمران، والثالثة سارة زوجة إبراهيم، وأما الرابعة فسيدتنا ومولاتنا العذراء مريم عليها السلام. ليش جايين؟ قالوا أرسلنا الله لنلي منك ما تلي النساء، لأن أنت طاهرة والمولود طاهرة، ولا يلمس الطاهرة إلا الطواهر. فرحت خديجة، هذا خبر ما في الأرض. وأما بيتها آل بيت مطهرين، آل بيت طهروا من دنس، ولهم في الحشر أعلى درجات بعد الليلة الجمعة. فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. هذا خبر الأرض. أما خبر السماء فإن الله أمر الجنة أن تتزين، وأمر الحور العين أن يتزين، وأمر شجر الطوبى أن تنثر من روائحها كرامة لبنت محمد بن عبد الله إيصال. نعود إلى الأرض، خديجة وحولها الطواهر وأصوات اللي عنده حاجة. مرة كنا في العراق سمعت أحد العلماء يقول: من كانت لديه حاجة إلى الله فليسألها عند ولادة معصوم. وما أظن أن هناك معصوم، كلهم فضلاء، لكن الأصل، الأصل هي الجذر، هي الأصل اللي عنده حاجة إلى الله، نساء رجال، تفريق هموم وموم، حفظ أولادنا إن شاء الله، امتحانات الله ينجحكم إن شاء الله هالأيام في الثانوية العامة وغيرها. بينما خديجة عليها السلام في فرحها وسرورها، أصوات تسبيح الملائكة تقديسها، أطيار مختلفة الألوان، حمر المناقير، إذ حل السكون. بينما هي كذلك وحولها أولئك النساء، إذ وضعت بابنتها فاطمة أفضل الصلاة. عليك يا رسول الله محمد، محمد صلوات، بس كف علي يا ابن أبي طالب، زين العابدين، دكة فوق دكة. أوه يلا بابا، يلا وش هذا؟